فتح الحقيبة للساعة تقريبا السابعة والنصف ديال الحقيبة. بعد ذلك قمنا بفتح الأضريفة للساعة السابعة وخمسة وأربعين تقريبا. أعطيناهم الإخوان المكلفين بمراقبة الأجنحة والكتابة باش وزعوهم على السادة المكلفين بالإجراء يعني مهام الحراسة، اللي كان السيد النظير ديال المؤسسة وزعهم سلفا على القاعات ديالهم. المواضيع يعني تفتحوا في الساعة الثامنة توزعوا على التلامذ، الأمور جد عادية. كندير جولة نو رئيس المركز على القاعات باش نتاكدوا بان جميع القاعات هي مراقبه من طرف جوج ديال المراقبين، وفي نفس الوقت كنشوفوا الحالات كيف كيجرى العمليه ديال المراقبه داخل الفصل. دونك بالنسبه لي المركز حاليا يمكن نجزم بان راه كاينه جوده ممتازه، وان الناس كيجتازوا الامتحان في تكافؤ الفرص. صباح اليوم وابتداء من الساعه الخامسه تم توزيع الاضرفه الخاصه بالامتحان على جميع المراكز التي يبلغ عددها 23 مركزا، منها 6 مراكز للمترشحين الاحرار. اما بخصوص عدد المترشحين للامتحان الجهوي هذه السنه بالمديريه الاقليميه باسفي فيبلغ 8036 مترشح ومترشحه، منهم 2350 من المترشحين الاحرار. بالنسبه للحصه الصباحيه فقد مرت في ظروف جيده تبشر بالخير وتبدي او تعكس النتائج التي تم التوصل اليها بخصوص التوعية، لا سواء لدى الآباء أو لدى التلاميذ، واللي كتبين بأن الحالة ديال الغش لغاية هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة غش بهذه المديرية.